سلام حبيباتي، ان شاء الله نلقاكم دائما مهنيين في دياركم وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم بربي ان شاء الله ام سوزتين جابت لنا هذه التحليه السهله جدا بمقادير قليله، وراح نقطع لكم كميه مليحه نتاع هاد التحليه. هنا حبيباتي جبت هاد الكاطو، هاد لي غالات الكاري اللي ما فيهمش لا شوكولا لا كريمه لا والو، هما سامبل وكاكاو، جوج مغارف كاكاو جوج مغارف مايزينا، شوكولا للطلي. وجبت لهنا الفلان اللي يمشي مع ريتلا، مقدار تاع ريتلا تاع حليب، والبنان للتزيين، والقارص اللي راح تحطو في البنان مش ما يتحش. هادا واش فيها هاد الوصفه؟ ما فيهاش يعني حاجه، ولا كريم شونتي اللي حديرها تبقى الاخرى. هنا جبت البلاطو تاعها كيما تشوفوا، انتيا البلاطو كيما تحبي ديري الطول والعرض تاعو كيما تحبي. تحبي ديري الطبقه الاولى والطبقه الثانيه ديري فيه دوز ايطاج، تحبي ايطاج وحده كيما تحبي. هنا في هذا الفابو دارت الماء دافي وشويه نسكافي، واللي ما عندوش نسكافي يقدر يدير قهوه بخاص نورمال باش تشمخي الكاطو ديالك باش ما يجيش ناشف، تجي تحليه طريه كي تحطي فيها المغرفه راح ترفديها بكل سهوله. هنا شمخت كامل لي غالات تاعها من السطح من الفوق وخلاتهم تشمخوا. هنا جبت ريتلا تاع حليب وراح تحط معاها الكميه تاع الفلون، هذه الفلون او شوكولا باش راح دير لنا لاموس. الذوق تاعها تجي كيما لاموس وشوكولا، وخلطت مليح بالفوي، ندير بارد في بارد سورتو الفلون ولا لا مايزينا ولا البودغ في الحليب ما تحطوش هو سخون، لازم يكون بارد باش يتفتح معانا مليح. هنا ايدات المقدار تاع جوج مغارف تاع عشا باسكو المغرفه تاعها تربت شويه بزاف، ها هو كيما كتشوفوا وزاد شويه مقدار جوج مغارف عشا كبار، وراه يتخلط بارد في بارد، وراح تحطه في القنار على نار هاديه وتقعد تحرك باسكو لا مايزينا تخافوها تلصق. كي تولي يبدا يهز الغلي يا برك نحوه من فوق الفرن وتجيبوه كيما تشوفوا. راح تحط هذيك الشوكولا للطلي، حطوا الكميه اللي حبيتو، يبقى اختياري، هي حتعطيها بنا تاع لي نوازات باسكو سورتو كي تكون نيتيلا ولا عندها بنا هايله بزاف. ودارت الزبده مغرفه كبيره تاع الزبده كيما كنتو تشوفوا، وتخلطي مليح باش يذوبوا المقادير في بعضهم. ومن بعد نجوزوا للبلاطو اللي كانت شمخاتو بالقهوه، وتحطي جوست فوقو هذيك لا كريم هكذا، ما يطلعوا للسطح معليش، دوك كي يشربوا راح يعاودوا يولوا يحكموا بلاصتهم هكذا. وهنا فوق لا كريم قبل ما تنشف تحطي فيها لي بانان اللي تكوني درتي لهم عصاره الليمون، وتجيبي لا كريم شونتيي، راكو تعرفوا المقدار تاع لا كريم شونتيي، كاس ماء بارد ولا كاس حليب مع كاس غير ربع نتاع الشونتيي باش تجي واقفه. هنا درتها الطبقه الاخرى عمرتها بالبنان وغلقت عليها بالشونتيي، وراح دير التزيين بالشوكولا اللي ذوبتها فوق الباب ماغي. والتزيين يبقى اختياري، حتى كي يكونوا عندك لي سيريال تاع شوكولا تقدري تحطيهم فوق الشونتيي كيما حبيتي. هي فوق الشونتيي زاد حطت البنان اللي كانت عصرت عليه الليمون، سورتو سورتو البنان كي تزينو به لازم ديروا له ليمون باش ما يكحلش، وتقعد الحبه شاده لا فورم تاعها وتحافظ على اللون. هنا دارت في كل مربع صغير حطت برج تاع البنان باش كي تقطع راح تجي في كل مرسو يجي مرسو تاع البنان من فوق كيما كنتو تشوفوا. وهاي التحليه تاعنا، ان شاء الله ربي يحلي ليكم اللي جات بزاف بنينه. نقول لها ام شمس الدين يعطيك الصحه، ونقول لكم في امان الله، باي باي.